استراتيجيات وبرامج ومشروعات تعليم الكبار. الاستراتيجية هي فن تنظيم العلاقات التي تربط بين السياسات والتخطيط والممارسات التي تحقق انتقال الجهود والمشروعات من وضعها الراهن إلى الوضع الذي تستهدفه الغايات السياسية، أو هي فن تنظيم خطوط ومسارات الحركة التي تحقق استخدام واستثمار شتى الطاقات والموارد المتاحة وتعبئتها وتحريكها من أجل انتقال النظم إلى الوضع الذي تحدده السياسة. ولكي تتجاوب الاستراتيجيات مع متطلبات السياسة التعليمية، لابد أن تتوافر فيها الشروط التالية: الشمول لكافة أشكال وأنواع ومستويات التعليم والتعلم، التكامل مع كافة مناشط المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الواقعية بمعنى الارتباط بمعطيات الواقع وموارده المتاحة وبشروطه وضغوطه، المرونة والاستجابة للتغيرات التي يمكن أن تطرأ أثناء التنفيذ. وعادة ما تسير عملية بناء استراتيجيات التعلم مدى الحياة وفقاً للخطوات التالية: عرض الأوضاع العامة للتعليم، تحديد المشكلات المرتبطة بهذه الأوضاع، تحديد جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات في مجال التعلم مدى الحياة، استخلاص أفضل الطرق والوسائل للتطوير المنشود، تنسيق الحلول المقترحة في شكل مسارات ومحاور للعمل. وتستهدف استراتيجيات التعلم مدى الحياة عموماً تحقيق التكامل بين مختلف أشكال التعلم النظامي وغير النظامي والعرضي، توظيف مختلف الخيارات والأساليب المتنوعة من أجل تنمية كل طاقات الفرد وقدراته ومهاراته التي تمكنه من التعامل مع التحديات المعرفية والتكنولوجية المعاصرة، توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في توفير فرص التعلم للجميع في أي وقت ومن أي مكان، ضمان مشاركة جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في تحقيق أهداف التعلم مدى الحياة. الخطة، وهي التي تترجم فيها الغايات الكبرى إلى أهداف محددة وتوضع برامج العمل وتخصص الموارد المادية والبشرية ويتم تنفيذ برامج العمل وتقويمها ومتابعتها. ويتم وضع خطط تعليم الكبار عبر عدد من المراحل، هي: تقدير الموقف الراهن اقتصادياً واجتماعياً ومدى ارتباطها بتعليم الكبار، تحديد الأهداف العامة، تحديد الأهداف الخاصة، وضع برامج العمل، تحديد المشروعات وإجراءات التنفيذ، تنفيذ الفعلي، التقويم والمتابعة. البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة المترابطة في مجال محدد، أو هو عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق هدف أو أكثر من أهداف الخطة. المشروع هو أصغر وحدة من وحدات الإنفاق في الخطة، يتم توجيهها لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تحقق هدفاً فرعياً من أهداف البرنامج. وتمر عملية تخطيط برامج ومشروعات تعليم الكبار بالمراحل التالية: تحديد الاحتياجات التعليمية من خلال الكبار أنفسهم والهيئات وأصحاب المصلحة والمستفيدين باستخدام أدوات وأساليب تضمن لها الموضوعية والدقة، تحديد الأهداف التعليمية العامة والخاصة وترتيبها في ضوء نظام للأولويات يشمل الأهداف المرتبطة باحتياجات المجتمع ومجالات البرنامج، الأهداف المرتبطة بكفايات الفرد المهنية وأدواره الاجتماعية، الأهداف المرتبطة بأنماط التغيرات السلوكية والنمو الفردي، وضع البرنامج التنفيذي والخطة الزمنية، إعداد مستلزمات التنفيذ المادية والبشرية، تنفيذ البرنامج، التقويم والتغذية الراجعة. ومعنى هذا أن سياسات تعليم الكبار تترجم إلى استراتيجيات وخطط وبرامج ومشروعات، مسارات عمل وبرامج تنفيذية، موارد مادية وبشرية.